والله الحمد لله انا نشوفه من المباراه رانا نتحسنوا ورانا نعملوا والحمد لله رانا كما نقولوا في الطريق الصحيح وان شاء الله يا ربي كما نقولوا. الحاجه الاولى نشكر اللاعبين على المجهودات اللي راهم يبذلوها فوق الميدان صراحه والله غير كما نقولوا رانا مأمنين بهم كطاقم فني والله هما ثاني راهم يبينوا من مباراه لمباراه والله الحمد لله شفناهم اليوم يعني وزادوا برهنوا بلي راهم واجدين في الميدان وان شاء الله كما نقولوا في المستقبل احسن هذه كرة القدم. احنا رانا محضرين كاع المباراة كل مباراة ونحضروا لها يعني كما ينبغي ان شاء الله كما يقولوا المباراة القادمة ان شاء الله ضد عين البيضاء ان شاء الله نكونوا احسن من اليوم ان شاء الله وربما يعني ربما احنا اللاعبين راح يبينوا من مباراة لمباراة يعني كل المجهود تاعهم وان شاء الله كما يقولوا المباراة القادمة مع عين البيضاء نكونوا في المستوى وان شاء الله نفوزوا بالمباراة.